رفيقة رحاب إدارية لجنة الصحة بمقاطعة مؤتمر ستار. طبعا هاي أول دورة لنا بالنسبة للصحة والطب البديل. صار لها شي 6 أيام، بلشنا من 21 الشهر، اليوم السادس. ناخذ بعض من الدروس اللي تستفاد منها المرأة. الدورة طبعا باسم الشهيدة آفا شي. برنامج الدورة تبدأ الدورة من الساعة 9 للساعة 2. العدد تقريبا بين 16 و17 موجودين من المؤسسات والدوائر الموجودة هون. صراحة أول الدروس بشكل عام عم ناخذ عن الإسعافات الأولية على مدار 4 أيام، ومنها كمان مرض السكري، الصرع، الطب النفسي، جسد المرأة، جسم المرأة، العمليات القيصرية والطبيعية، أعشاب طب البديل، الحرارة، السباحة، إنه أي شيء فيها غلط أو صح، الحساسية، الجروح بأنواعها، مثل التسمم بعدة أنواع، مثل التسمم الكيماوي، التسمم الأكل، تسمم التلوث في البيئة والهواء. كمان في عن علم البيئة إيكولوجي، كمان رح ناخذ درس عنه. صراحة أول ما بلشنا بالدورة ما كان في زيادة استجابة، لأنه النساء عندنا شوي عندهم بعد عن الصحة والطب البديل، لأنه صراحة هن إنه عم يتابعوا الطب الحديث اللي صاير هلا برغم ارتفاع الأسعار الموجودة والدكاترة الموجودة والأدوية الموجودة اللي عم ترتفع أسعارها من بين أسبوع لأسبوع أو من شهر لشهر. طبعا هاي ترجع للسلطة المركزية الموجودة عنا حسب ما عندهم تنسيقات بين الأطباء والصيادلة والمخابر كمان. هالحقيقة وصلنا لها كمان. شفنا المرأة هون حسب أول ما بلشنا أول يومين ما عندهم أي خبرة عن هالشي، أو ما عندهم أول ما بلشنا أنه أخذوها أنه الصحة ما أنا مهمة مثل أي تدريبات أو أي دروس اللي عم ناخذ. بس لما فتنا بإطار اليومين والثلاثة والأربعة صراحة صار عندهم نقاشات كثيرة وحبوا هالعمل، قالوا كنا بعيدين عن هالشي كثير يعني عندهم بعد. فأول ما بلشنا بالدرس صراحة رجعنا على المجتمع الطبيعي والمرأة لما اكتشفت الزراعة واكتشفت الأدوية، وأول ما بلشت بالأعشاب جربت على نفسها مشان إذا تكون العشبة سامة أو ما أنا سامة، وقتها راح تعطي الكنان اللي عندها. كانت مجموعة طبعا مجتمع الطبيعي، كان كل شيء فيه طبيعي، الهواء النقي، المعاملة الموجودة، الطب الموجود. بس الوقت الحالي والطب الحديث اللي نحن عايشين فيه انه شافوا انه الاعضاء الموجودين عم ياخذوا تدريب، انه شافوا فرق كبير. يعني صار لها 6 أيام طلبوا كمان بنفس الدوره، انه ما كان عندهم خبره لهالدرجه وانه تدريب مهم كمان. خاصه حكينا على العمليات القيصريه والطبيعيه، شافوا شقد في فرق، انه شقد في اذى بين الطبيعي الولاده الطبيعيه والولاده القيصريه. حكينا عن امراض السكري، شقد فيها انه اعشاب عم يستفادوا منها، الاعشاب اللي اعطيناها مثل اكليل الجبل، الزهورات، في الميرميه كمان نعرف بشكل عام. ودروسنا كمان الدوره على مدار 15 يوم راح تستمر 3 أو 4 شهر. كمان برنامج راح يكون فيه مثل التقييم اخر لهم وتخريج الدوره. لهلا الدروس عم تمشي كثير كويسه، يعني الكوميسيون الموجودين كمان اللي عم يعطوا دروس بالاول اخذوا صعوبه باللغه الكرديه، انه في عندنا المكون العربي كمان، بس برغم هيك كمان عم نترجم بالعربي كمان شغله كويسه. ولهلا حسب نقاشهم واسئلتهم اللي عم نسالهم عم يتداخلوا كمان، صارت عندهم فكره كثير كويسه صراحه، وقال انه بحاجه لكثير هيك تدريبات بالايام المقبله بالشهور المقبله. طبعا البرودا بش بر زنجينا شبرج انه قالك تشتا مديده ناسكرن شبرج، يعني برودا اساسي حرتشتي يقول كيسر وكاتيد بيجي ببرودا برودا البرودا جو اتندرستي قالك باش تندرستي ما بالجمله أعشاب الطبية دي خزائي ما تيبرن جمل لي مرض نفسي جمل لي دل أعراضي وينا جلطات شوادي بي شامر وخي بباريزي
طب ايه خزائي؟ يعني قال لك انواع ايه خضراء، ايه في كيوانات، ايه مبر وك هنار، ليمون، فايداويتشي مثلا، شرباشي مثلا، كركم. يعني قال لك انواع هنا او شي مبرن. طبعا اجي استفادك في باشو سروكاتي ليش بيعرف نفسك، يعني شي قسم روخ ناس بك، خاصة جملي جني وجملي تندرستي وخزايه ما شاب كاربينه، يعني بر باشي مرو شي قسي، يعني پروردگار ببینی چی از دینم کیمه گرک مرو تو مخزن گل بکی، یعنی ام ناگین او آستا گه مرو به کفایت امروی ام ناگین آسی، اما مرو تم بر دوام کمان پروردگار و مرو ببی و گل کی باش بی